هيجي لنا تاني هسأل الدكتور طارق توفيق أستاذ المخ والأعصاب. دكتور طارق أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. الحقيقة وإحنا بنعمل تحقيق، يعني أنا هعيد تاني مدخلنا في هذا الحوار الذي قد يعتقد البعض أنه عبثي ومضحك، إن إحنا نحاور سائق يتعاطى الحشيش هو يدافع عن تعاطي الحشيش وإحنا بنقول له أنت تهدد أرواح المواطنين، إنما يعني الحوار سيكون مفيدا في كل الأحوال، لأنه الحملات الأمنية والإعلامية والسياسية لا قيمة لها لو دي قناعتهم، لأنك هتمسك مين بالقانون؟ لو هتمسك 5-6 ففي آلاف تانيين يسيرون الآن على الطريق وإحنا بنتكلم وهو على قناعة إنه الحشيش بيخليه مركز وبيساعده في أداء مهمته. اثنان من السائقين يعترفان بوضوح، وانت سمعت دفاعهم الشديد عن انه الحشيش مش هو اللي بيعمل حوادث، ده بيخليني مركز وبسمع صوت الزلطة لو ارتطمت بالعجلة حتى. اتفضل. شوف حضرتك، الموضوع ده ليه شقين مهمين جدا. الشق الاول وهو الشق العلمي، ولازم حضرتك يكون فاهم ان لما استاذ في كلية الطب بيتكلم، استاذ بقاله 25 سنة معاه دكتوراه أو اتنين، أشرف على عشرات رسائل الدكتوراه ومئات رسائل الماجستير، وبعدين يقول لحضرتك ده كلام على ورق، ده يعني تقليل جامد جدا وتبسيط وتدني في الحوار بصراحة ربنا. اللي عايز أوصله لحضرتك أن الأبحاث العلمية المؤكدة المنشورة في جميع كتب العالم اللي أجريت آلاف الأبحاث في مصر وفي غير مصر، موثقة بعدد كل استاذ شاف له 100 150 200 300 عيان مريض في بحث، وبعدين في دراسات دقيقه جدا ومعايير ومقاييس غايه في الدقه وتحاليل. ثم بنثبت ده ازاي؟ الحشيش حضرتك او الكنابس او بيسمى في امريكا الماريوانا، تاثيره كالاتي: واحد، تاثير مباشر على الانتباه. الانتباه، وكلمة الانتباه تعني الذاكرة السريعة والقصيرة جدا. حضرتك دخلت حجرة، أول حاجة لفتت نظرك هو ده الانتباه، يؤثر تأثير مباشر ومدمر على الانتباه. اتنين، تأثير على التركيز أو الكونسنتريشن، اللي هو مقدرته على أنه يركز في معلومة سمعها أو شافها. تلاتة، ينشأ عن هذا ما يعرف بالذاكرة القصيرة، بمعنى لو انا قلت لحضرتك ان رقم تليفوني 5-6-7-8-9 واقول لك استعيده او اقوله بالعكس، هو هيفقد ده. الحاجه الرابعه ان في احساس بحاجتين مهمين جدا للسائق: المسافه والزمن. الاثنين دول عنده حضرتك قياسيا، المسافه تبان عنده ابعد والزمن يبان عنده اطول. وبالتالي تخيل سعادتك ان سعادتك واحد راكب عربيه فجاه اعترضوا حد بيعدي، الانسان الطبيعي على مسافه معينه بيقدر يحددها ويقيمها، بيبتدي على طول يضغط على الفرامل عشان يوقف عربيه على مسافه محدده. لما يكون هو عنده احساس خاطئ وكاذب بالزمن والمسافه، فاللي يبعد عنه مترين يبدو له 20 متر، واللي هو متصور انه هيوصل له بعد دقيقتين هيوصل له بعد ثانيتين. حضرتك هتتخيل ايه النتيجه؟ ايه النتيجه؟ ده كلام يعني خارج عن المناقشة، ولابد، مفيش حاجة اسمها دماغ والألفاظ دي، الحاجات دي ما يصحش تتقال، وعيب ان الكلام ده يتقال، وهو لازم يفهم ان في ناس فاهمة وناس في شغلها. لا بس يعني انا الحقيقة قلته نقلا عن التعبير الشائع كمان اللي هم بيستخدموه. يعني ما انا معاك انه البعض ممكن يقول انه ما ينفعش تناقش ده، بس انا الحقيقة لما صدمت بالعكس انا مع حضرتك تماما. حضرتك لازم، حضرتك بتغوص في عمق الموضوع وانت لك الشكر والتقدير. هي المشكله انه هذا الانسان غير قابل على الاستيعاب. ولك ان تتخيل بقى، يعني اذا كان هو بيحاورنا كده، انا بصراحه ربنا باشفق على رجل المرور، سواء كان ضابط سواء كان عسكري سواء من شرطه، لما دول بيتعاملوا كده وهو بيسوق عربيته ويجي التاني يوقفه بيطبق القانون، نازل من بيته ويطبق القانون، يروح خبطه ولا خبطه ولا عامل له مصيبه وياخد بعضه ويجري. يعني دي ده احنا كده نشيل بتوع الشرطه فوق دماغنا بصراحه ربنا. وبعدين انا بطلب من الشرطه تطبق القانون بحزم على هؤلاء. هذا الانسان لن يرضعه الا تطبيق القانون.
حضرتك ما بيدورش نفسه، ده بيموت ارواح. وليك شفت حضرتك المآسي، مصر حضرتك تعلم بتتقدم القائمه في اعلى دول العالم على الاطلاق في حوادث المرور. انت عارف حضرتك انا عشان بتاع مخ واعصاب فليه علاقه قويه بالصرع، اعلى بلد فيها نسبه صرع نتيجه اصابات الراس هي مصر. نتيجه ايه؟ نتيجه استهتار هؤلاء. وبعدين يقول لك انا بعمل دماغ وانتم مش فاهمين، وده يتكلم على الورق. لا 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 لا، ده انسان مريض لابد. بس انا يا دكتور انا عايز، انا مش عايز اتعامل مع الحالتين اللي انا شفتهم على انهما حالتان فقط. لا انا بالتاكيد يعني ربما نسمع ذلك كثيرا، انه معظم سائقي، وانا بقول معظم، خلينا اقول الجزء الكبير من سائقي المقطورات والعربيات النقل الكبيره اللي بيطلع على الطريق بالليل، فهو حتى بيصدروا هذه الثقافه لبعض، انك لازم تشرب حشيش علشان تبقى منتبه ومركز وتعرف تمشي المسافه الكبيره وتعيش مع نفسك، اللي هو التعبير عامل دماغ اللي هم بيستخدموه. يعني ده مش حالة او اتنين، يعني احنا بنتعامل مع قطاع كبير من سائقي النقل الكبير والمقطورات الكبيرة. يعني حضرتك بتتكلم مظبوط، بس انا عايز اضيف لمعلومات حضرتك حاجة، ان هو مش بس الحشيش والافيون، لا ده في كارثة اخرى، الترامادول. يعني عايز ازود بالمناسبة بدل الموضوع اتفتح، الترامادول، الترامادول اللي هو بيأخذ بكثره، واصبحنا النهارده بنشوف حالات كثيره جدا من شباب زي الفل يجيله تشنجات مره واحده وليس عنده اي سبب للتشنجات. تسال تص ايه؟ يقول لك ايه؟ انا اصلي رحت فرح خدت حبتين ترامادول، خدت شركه حبات ترامادول، عشان الترامادول بيفوق وبيخلي الواحد منعنش. ما هو بيدافع عن الحشيش، الحشيش عنده بالنسبه له هو الاصل، زي كوكا هي الاصل كده حضرتك، كل دي فهو بيتعامل ان الحشيش هو الاصل، ف بيقول لك طب ما تشوفوا الترامادول بقى الحاجات الجديده يعني اللي نشات دي كلها حاجات حضرتك مدمره للجهاز العصبي، وعلى اللونج ران بتاتي بنتائج سيئه جدا، بيحصل صرع وبيحصل ضمور في خلايا المخ وفقدان للذاكره وفقدان للتركيز وفقدان للانتباه وفقدان للتواصل، والاخر يصاب بالعته والتشنجات. طيب. ويتحول الى انسان غير سوي. حضرتك لابد انه زي ما بيحصل في انجلترا وفي امريكا السواق يتوقف لحظه يتاخد العينه يتحلل. ما هو في امريكا حضرتك وفي انجلترا ما تزعلش مني بيشربوا حضرتك خمور صباحا ومساء، لكن هو عارف انه هيسوق. ولعلم حضرتك تاثير الحشيش بيستمر، عشان الدكتور اللي قبليه اثار هذه النقطه، 24 ساعه تاثير الحشيش 24 ساعه على 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 الوظائف الذهنيه. بمعنى ان هذا الانسان لو قبض عليه وتم اجراء تحليل له، اضافه الى ان يبقى في مركز للسايكولوجي او للسايكومتري لتقييم الوظائف النفسيه يتشاف ويتفحص خلال 24 ساعه، اكيد 100% هيطلع هيؤدي الى نتائج غير سويه، ويتم القبض عليه وايداعه فورا قبل علاجه يتحط يتسجن. اما ان الامور تتساب بالمنظر ده، لا 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 لا، احنا كده بنعرض. لا ما هو الحال اللي انا سمعته ده الحقيقه. طب هو رجع معانا تاني احد السائقين. انت سمعت الدكتور طارق؟ الحوارات من هذا القبيل دي الواحد ينقب نفسه عنها، ده ممكن يقول كلام خارج يعني لو سمحت لي. طيب دكتور طارق توفيق.